دهنية جافة حساسة أو حتى كومبينيشن سكن يلي هي البشرة المختلطة. بهيدي الحلقة رح تتعرفوا على نوع بشرتكم وكيف تقدروا تتعاملوا معه. هلو يا حلوين ومرحبا فيكم بحلقة جديدة على قناة جمالوكي. حلقة اليوم جدا 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 مهمة، مثل ما صرتوا بتعرفوا من العنوان انه هيدي الحلقة هي عن كيفية تحديد نوع بشرتنا. راح نكون بهيدي الحلقة عم نعمل اختبارين كرمال تتأكدوا من نوع بشرتكم بالمنزل، وراح اعطيكم نصائح عن العناية بالبشرة المناسبة لبشرتكم، لاني دايما بقرا تعليقاتكم وبعرف انتو شو بدكم. كرمال هيك ما تنسوا انكم تتركولي بخانة التعليقات كل تعليقاتكم، شو حابين تشوفوا فيديوز جديد وكل تعليقاتكم المهضومة. اكيد ما تنسوا انكم تشتركوا بالقناة، تفعلوا جرس الاشعارات، لايك لهيدا الفيديو. وهلا خلونا نبلش. هلا خليني اخبركم انه انا شخصيا اكتشفت نوع بشرتي بالمنزل، ولما رحت بعدين عند الطبيب زاد على نوع بشرتي انه عندي شيء يسمى بالبشره الورديه يلي هي الروزيشيا اللي هن العروق تحت البشره. فهذا الشيء اللي بيضيفه دائما الطبيب المختص انه بيكون بيعرف اكثر تفاصيل زياده عن البشره، ولكن بشكل عام رح تحددوا بشرتكم انتم بالبيت رح تكون يعني تقريبا 100% صائبه. الاختبار الاول هو انكم بدكم تغسلوا بشرتكم بغسول للبشرة يكون معدل الـ pH بداخل هيدا الغسول 5.5 5.5. هيدا الغسول بيخلي بشرتنا يرجع الـ pH فيها للـ pH الطبيعي، وبالتالي من بعدها رح يصير سهل تحديد نوع بشرتنا. كل يلي انتم بحاجة له هو انكم تغسلوا البشرة بمياه فاترة، ومن بعدها تنشفوا البشرة بمنشفة قطنية، ومن بعدها بدكم تنطروا نص ساعة على البشرة لحتى تبلش تبين عنا العوارض يلي رح تحدد لنا نوع بشرتنا. الاختبار الثاني هو اختبار المنديل. كل اللي انتم بحاجة له هو انكم تجيبوا مناديل ورقية، فيكن تقصوها او فيكن تتركوها على حجمها او يعني مثل ما انتم بتكونوا مرتاحين، ولكن هيدي المناديل بدكم توزعوها على البشرة. وكيف بدكم توزعوها؟ بدنا نوزع على الجبهة، على الانف، على الدقن، وايضا عند منطقه الخدود. ومن بعد ما تطبقوا المناديل الورقيه ايضا بدنا ننطر نفس الفتره الزمنيه يلي هي نص ساعه او على الاقل لتبلش تبين العوارض على المناديل. رح ابدا معكم بالنتيجه الاولى، انه ما طلع شيء على المناديل الورقيه، ما بين عندي ولا شيء لما وقفت بوجه الشمس او حتى لما غسلت بشرتي ونطرت نص ساعه ما تغير شيء ببشرتي. فشو بيعني هيدا الشيء؟ بيعني انه بشرتكم عاديه طبيعيه خاليه من الشوائب، عاده ما رح تتحسس، ما رح يكون عندها افرازات دهنيه، ما رح يكون عندها تقشير بالوجه، بالعكس تماما رح تكون هيدي البشره عم بتبين دائما نضره وفيها نوعا ما من الشباب، يعني شباب بالبشره، وايضا المسامات بتكون فيها ضيقه. هل هيدا الشيء بيعني انه هيدي البشره مش بحاجه لعنايه؟ أكيد خطأ، كل البشرات بحاجة لعناية، ولكن بهيدي الحالة أنت بحاجة لعناية ألطف، مثل غسول البشرة المرطب وواقي الشمس هن كافيين لعنايتك ببشرتك. طيب يا يارا، إذا بعد نص ساعة من الاختبار اطلعت على المناديل الورقية وكان في مثل لمعة بسيطة على المناديل هون، أو هيك مثل نقاط زيت مبينين على المنديل هون وهون 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 وهون، يعني بكل وجه، فشو بيعني هيدا الشيء؟ أو حتى من بعد الغسول بلشت تلاحظ إنه بشرتي عم بيصير فيها إفرازات بكامل وجهي، هيدا الشيء بيعني إنه بشرتكم هي من البشرة الدهنية يلي بتعاني من الإفرازات الدهنية بكامل الوجه. هيدي البشرة هي عرضة للحبوب أكثر من غيرها بسبب هيدي الإفرازات، وأيضاً هي من البشرة يلي بتبين إنها عم تلمع كل الوقت، ولكن مش لمعة النضارة، هي لمعة بتبين انها لمعة الافرازات. الخبر يلي مش حلو انه هيدي البشرة بحاجة لعناية كتير خاصة، لانه مثل ما قلنا هي بشرة عرضة للحبوب بسبب هيدي الافرازات. هلأ فيكم تقولولي انه انا بشرتي دهنية وما بتطلع حبوب، ممكن يعني مش كل البشرات الدهنية بتطلع حبوب، ولكن هي غالبا عرضة لهيدا الشيء. انتو بحاجة لغسول للبشرة يكون بيحتوي على مادة الانتيسيبيوم، وهي مادة مضادة لهيدي الافرازات يلي بتفرزها البشرة، فبتخلصنا من الافرازات يلي على سطح الوجه، بتخلي وجهنا مطفي لأكتر وقت ممكن، وبتجنبه الحبوب او البثور.
إذا بشرتكم دهنية فهي أكيد بحاجة للترطيب، ولكن اعتمدوا المرطبات يلي بتجي على شكل قوامها جل، فهيدا النوع من المرطبات. وحتى الواقي الشمسي يلي بيكون بشكل جل بيخلي البشرة مطفية وهو مناسب للبشرة الدهنية. طيب يا يارا، أنا طبقت الغسول على بشرتي ومن بعده حسيت إنه بشرتي كتير نشفت، أو طبقت المناديل الورقية على وجهي وحسيت إنه كل الوقت في حكي ببشرتي، وحتى إنه المناديل يمكن بلشت توقع، أو حتى إنه ما بين ولا أثر على المناديل، شو بيعني هيدا الشيء؟ بيعني إنه بشرتكن من البشرة الجافة. للأسف هيدي البشرة بتظهر عليها عوارض الشيخوخة بشكل مبكر أكتر من باقي البشرات بسبب الجفاف تبعها، فممكن تلاحظوا أنه تحت العين لو حتى أنتوا بعمر صغير عم بيبين فيه هيك مثل تجاعيد صغيرة حول الفم. الخبر الحلو لألكن أنه في كتير منتجات بالسوق مناسبة لنوع بشرتكن، من الواقي الشمسي اللي بيجي مع مرطب للمرطب لحتى السيرومات يلي مخصصة لترطيب البشرة مثل سيروم الهايلورونيك أسيد، سيروم الفيتامين سي، وسيروم الفيتامين إي. البشرة الحساسة، يعني أنتم من الأشخاص يلي تتعذبوا مع بشرتكن، بس الحل بحلقة اليوم أنا رح أخبركم شو فيكم تعملوا. لهيدي البشرة ممكن تكونوا لاحظتوا إنه بس عملتوا الاختبار، أول شيء بلشت الحكي ببشرتكن، ممكن بعد الغسيل إنه بشرتكن يصير فيها احمرار بهيدي المناطق، وممكن حتى من بعد ما تكونوا طبقتوا المناديل الورقية على بشرتكن تحسوا إنه بدكم تشيلوهم من كتر الحكي، وبس تشيلوا المنديل الورقي رح يبين تحت المنديل مثل علامة حمراء. هيدا الشيء شو بيعني؟ انه بشرتكم حساسة، وطريقة التعامل معها هي حساسة اكيدة، بدكم تنتبهوا كتير منيح للمنتجات يلي عم تستخدموها. اهم نقطة بدكم تنتبهوا لها بالعناية ببشرتكم انه تكون المنتجات خالية من العطور وخالية من الروائح المضافة، يعني بهيدي الحالة بدكم تعتمدوا على منتجات طبية مخصصة لبشرتكم. للبشرة المختلطة من بعد الاختبار رح تكونوا لاحظتوا انه اذا كنا مستخدمين الغسول فقط فمنطقة التزييت رح تبلش من هون، رح يبلش عنا افرازات فقط بهيدي المنطقة يلي منسميها التي زون يلي هي بهيدا المكان. هيدي البشرة بتعاني من اللمعان، ممكن انكم تكونوا عم تلاحظوا هيدا الشيء بفيديوهاتي على قناة جمالوكي، انه بشرتي قد ما بجرب اني استخدم لها اشياء لحتى تطفيها عادة بعد مرور وقت بتبلش انه تظهر اللمعة بهيدي الاماكن. شو الشيء اللي بنقدر انه نعمله لهيدي البشرة؟ منتجات العناية بالبشرة الاساسية يلي هي من الغسول للواقي الشمسي للمرطب. دائما اكيد بتقدروا انكم تزيدوا سيروم لهيدي البشره، لانه هيدي البشره بينقص الترطيب دائما بهيدي المناطق فبتكون جافه اكثر من باقي الوجه، وهذا الشيء ما بيعني انه نحن مش لازم نرطب، بنرطب، بس انا عاده بس كون عم طبق السيروم تبع بشرتي ممكن اخذ السيروم وطبقه بس بهيدي الاماكن يلي هي اكثر جفافا. بهذا الشكل بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا، عرفتوا شو نوع بشرتكم، خبروني إذا طبقتوا الاختبار وخبروني شو طلعت نتيجة الاختبار. فكالعادة أنا ناطرة تعليقاتكم، ما تنسوا أنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات لكل ما ننزل فيديو جديد تكونوا أنتوا أول من عم تحضروه. أكيد ما تنسوا تعملوا لايك لهذا الفيديو، هلأ أنا ناطرتكم، انزلوا عملوا لايك للفيديو. اوكي تمام، ما تنسوا انكم تتابعونا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وتحملوا تطبيق جمالوكي، فيه كتير من المعلومات يلي رح بتفيدكم وبتهمكم. انا بشوفكم بالفيديوهات اللي جاي، باي باي.